هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية؟ وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟ يعني إنسان ليس معه مال الآن ويريد أن يضحي، يريد أن يقوم بالذبح لله سبحانه وتعالى، فهل يجوز أن يقترض، يأخذ قرض أو يستدين لكي يضحي؟ فمعروف أن الأضحية سنة مؤكدة على القادر، وأما غير القادر على ثمنها فلا يجب عليه ولا يسن له أن يستدين من أجل فعلها، فقد قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن فعل هذه السنة أثيب، ومن تركها طالما أنه لا يستطيع لا عقاب عليه، ولكن من اقترض قرضا حسنا من أجل التضحية ففعله صحيح ويؤجر عليه. هذا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض من الأحكام الخاصة بهذا النسك أو بهذه الذبيحة التي تسبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نغتنم هذه العبادة وهذا العمل الصالح في أن ننظر إليه على أنه عبادة، ليس المقصود من الأكل وأكل اللحم وهذه الأشياء فقط، ده ثمرة من الثمار وفائدة من الفوائد، لكن الأساس فيها كما قلنا هي الذبح لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى كما قلنا قرناها بالصلاة في آيتين من القرآن الكريم، قل إن صلاتي ونسكي، نسك والذبح لله سبحانه وتعالى، وفي قول الله فصل لربك وانحر.